اليوم الفيديو رح يكون عن تحدي الليمون. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. ويلا نبلش. طبعا جايز نحن هلا حضرنا اطباق الليمون وحطينا لكل واحد حطة ليمونة ورح نعير الوقت 3 دقايق ورح نكون خالصينه. واللي رح يخسر انتو رح تختاروا له عقوبة، رح تكتبوا لي بالكومنتات العقوبة اللي بدكم اعملكم اياها. فيلا خلونا نبلش جايز، نحن هلا رح نبلش. يلا 1 2 3. طيب اطلع عندك هلا جيت او ما راح يسرق لما يجي جوزي بدي اصلي التراويح. جايز ليمون كثير طيب، طبعا انا كثير بحب الليمون راح يصلي. يلا رح نشوف، معنا 3 دقائق رح نشوف مين رح يخلص. ايه طيب من ما برح. جايز نحن هلا عم ناكل ليمون. جايز هلا اتبقى من الوقت 1.5 دقيقة رح نشوف مين رح يخلص. طبعا جايز طبعا اختي اللي ربحت علي، مع اني انا ما قدرت اكملها لانه الليمون كثير طعمه طيب بس حامض شوي، فاختي خلصت طبعا وانا لسه بعدين. فاذا حبيتوا الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا بقناتي اذا كنتوا اول مره عم تشوفوني، وباي باي. ورح تكتبوا لي ايش رح اعمل للعقوبه.